اتفضل. مشكلة؟ أيوة، إيه المشكلة؟ أنا عايز أرفع قضية. طيب حاضر، هنرفع لك قضية. على مين؟ أنا جزار، عندي محل على أول. ما تقوليش اللحمة وتخش في القصة دي. خلاص، ما أنا عرفتها، هحط نوال البلاء هتبقى زبدة. تمام. عندي جاموسة. ما شاء الله، عندها كام سنة؟ كده ما تعزمنيش على السبوع؟ سبوع ايه يا بنتي؟ انا جزار وعندي جاموسه. عندك جاموسه جايبها من المذبح؟ ايوه جايبها من المذبح. بس مربيها ايه تربيه كده، من اول ما بقت لباني لحد دلوقتي بقت كندوز. ما شاء الله ما شاء الله. فرابطها بقى فين؟ على باب المحل. رابطها على باب المحل؟ امال ايه، رابطها على باب المحل. فين المشكله؟ المشكله انا اقول لحضرتك المشكله. اتفضل. المشكله ان الجاموسه فكت ودخلت المحل اللي جنبنا. انت مستني حد؟ لا ابدا. مين اللي جاي الساعه دي؟ هو الباب خبط؟ اهو. حاضر. طب هستاذنك يا معلم. زباين بقى كتير بقى يم المكتب. يا ستير يا رب، يا ستير يا رب. اتفضل. اهلا اهلا هاي. اهلا اهلا. ايه ده ايه ده، مين اللي عامل لك البدله دي؟ نفس اللي عامل لك القميص ده بالظبط. ما شاء الله، اتفضل. شغله مش كويس. اتفضل. ايه ده، مين اللي جاب البني آدم المكرمش ده هنا؟ اتفضل اقعد الأول، اتفضل اقعد، اتفضل. واضح إن أنتوا تعرفوا بعض. أنا أعرف البغبغان ده. بغبغان؟ وأنا أعرف حتة الجبنة دي. حتة الجبنة؟ يا جماعة أنا حاسس إن أنتوا الاتنين عارفين. أتعرف بحضرتك الأول. أنا حضرتك عندي محل ملابس تحت. أيوة، اسمك إيه؟ أنا لما أقول لك أتعرف بحضرتك أكيد عايز أعرف الاسم الأول. أنا اسمي علاء محمد عبد الصمد. علاء محمد عبد الصمد. طب اتفضل، أنت كاتبه كده في البطاقة؟ مكتوب كده الحكومة عارفة. حكومة عارفة. اتفضل. أنا دلوقتي يا فندم قاعد في أمان الله في المحل. جميل. تمام. الواضح إن ممكن زبون يخش عليا، الراجل يخش عليا، إنما جاموسة تخش عليا ده مش منطقي. جاموسة؟ الجاموسة بتاعتي. اللي حضرتك كنت قايل عليها. اتفضل. حضرتك الجاموسة دي؟ لا، دي ايه الجاموسة دي؟ لا يعني الجاموسة بتاعته. الجاموسة بتاعته ليه؟ بتاعت انا بصي على السؤال. حضرتك الجاموسة دي. انا بس يعني معلش. اتفضل. قاعد في المحل. ايوه. شايف شغلي. فجأة الاقي الجاموسة دخلت تش طخ ترب، بوظت كل الهات فيت بتاعي، الستايل شويه على الارض، كل المحل اتدغدغ، كل حاجه اتدغدغت. فيت مين؟ بتتكلم كلام اكبر من امكانياتك. انت بصيت للبسك في المرايه بذمتك. انت غوغائي متعفن. 4 جنيه لم مطمن. انت غوغائي متعفن. غوغائي. انت لابس كوزلك، انا كجزار مش لابس. مش هرد عليك. مش غوغائي متعفن. إيه؟ انت امعة. اتفضل اتفضل اتفضل، كمل. حضرتك الخسائر وصلت 10,000 جنيه. 10,000 جنيه؟ مش بقولك معفن. الجاموسة بتاعت انا ب25,000 جنيه. ليه دهب؟ دهب ايه؟ انت ايش فاهم؟ انت اكلت لحمة اصلا؟ انت مجمع شوية قصايص قماش من كل حتة ولابسهم. شاهد. طب انا بس عايز اسأل سؤال، هي الجاموسة بتاعت حضرتك دخلت المحل ليه؟ هو اللي غلطان. الجاموسة بتاعتي بريئة. متعرفش حاجة في الدنيا. البعيد ده ما عندوش احساس. كل يوم في الفاترينة يحط الاحمر والاخضر والاصفر. لوحة خلاص، سابت البرسيم وسابت الجزارة وفكت نفسها، عايزة تلبس زي بقية البنات، داخلة تفرح، تلبس حتة صفرة على حتة حمرة، واحنا داخلين على عيد أضحى، عايزة تفرح، حرام عليكم. دخلت المحل تسأل، ما لقيتش حاجة على مقاسها، راحت مكسره له المحل. أهو، أول حاجة غلت في الأزياء. دي قضية. تاني حاجة، يعني حضرتك تقدر تقول إن ده يعني تمام؟ أزياء. عشان اثبت لك ان هو دماغه دي فيها هلابوتا، جايب مدرس للجاموسه بتاعته. اساله. انت جايب لي المدرس للجاموسه؟ انا كنتش عايز اذكر الموضوع ده بس لا معلش، احب اعرف اسم المدرس. احمد سند. نعم، احمد سند. انت جبت لها احمد سند؟ بيذاكروا مع بعض. عشان كده تصرفاتها مفيش كنترول. هم بص عارفين، هم بص يعني هو بيعرف يفهمها. ايوه ما تفهمنيش، انا لغايه دلوقتي صوته بيرن في وداني. لا لا لا، ده فظيع. تعالي واحده اهو، فظيع. ظابطها قيام جلوس. بص ظابطها بالظبط، تخاف منه جدا. هي اسمها ايه؟ سوكا. انت مسمي الجاموسه سوكا؟ سوكا الجاموسه. سوكا واحمد سند. تخيل. تخيل سوكا واحمد سند الاثنين في حنجره واحده. انا ودني باظت.
انت حضرتك قلت لي ان الجاموسه ب 25. ايوه مظبوط. وانت بتقول ان هو تسبب لك في اضرار ب 10,000 جنيه. هاوت فيت كله باظ. انا عايز ارفع قضيه. وانا كمان هرفع قضيه. طب انا هرفع 20 قضيه. انا هرفع 30 قضيه. 40. 50. 65,000 جنيه. 65 انت جاي تشتري. هيرسى عليا المزاد يعني يرسى عليا المزاد. يا عم مزاد ايه؟ انت داخل تشتري بهايم. حضرتك هنا ده 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 مكتب محاماه. احنا هنا جايين عشان نرفع قواضي على بعض. من عشان تقول لي مزاد وال 45 انا ارفع قضيه خلاص. لا معلش. لا 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 اتكلم بص بادب. انت عايز تعمل ايه؟ اتكلم بادب. انت عايز تجاي هنا عشان عايز تعمل انا ايه؟ جاي ارفع عليك قضيه. ارفع البنطلون بس. يا انت بتغلط في الازياء تاني؟ ازياء مين؟ تاني؟ ازياء مين؟ ازياء مين؟ شفت؟ شفت؟ اهو امعه واو وبص وغوائي بس هدوء لو سمحتم. جت تحس ان حد جاب بريتت الوان راح رشه بيها كده. مالكش دعوه. مش ممكن. وانا مستغرب من القميص بصراحه. غريب. وبعدين ده مش قميص اصلا ده ورق حائط. حضرتك بتركب ورق حائط؟ اه. في ماده معينه بتلزق على جسمك ولا هو بينزل كده؟ لا لا احنا كده. حضرتك بص هو اللي غلطان ما بعرفش يعني ازاي بني ادم يعمل عقله بعقل جاموسه دي داخله المحل شوفها عايزه ايه تمام ده قاعد وخاف وقعد يقول لها اخرجي بره وقعد يزعق. اترعبت البنت مش لاقي حاجه مقاسها ولاقيه بياع جليات فراحت يعني عامله كده بقرونها كده راحت موقعه كل حاجه في الارض. هي حضرتك الجاموسه دي انت متعود منها ان هي هاديه اصلا؟ جت ليه بقى؟ بص هي عندها انطواء. عندها انطواء مركزه في البرسيم كده تبص للطواله تقعد تاكل في برسيم بس ده اللي هي بتعمله هي الجاموسه بس تيجي تبص لها سوكه بس شفت؟ امتى بقى تبتدي تتحرك بقى وتفوق وتقف تقف على رجليها لورا لما احمد سند يجي تراقب منه كده ده اللي بيديها الطاقة طبعا تحس ان في معاها نفس الاصوات خش عليه يا جاموسة فجأة تروح واقفة على طول احتراما للحنجرة اللي داخل مفيش في حنجرة داخلة عليها عايزين الكلام واضح الكلام واضح انا دلوقتي عايز ارفع قضية يوم الباشا بقى عمل ايه بقى لما يحصل كل ده؟ عمل ايه؟ مش يجي يتكلم بأدب يتكلم بأخلاق داخل بيشتمني قدام صبياني في محل الجزارة قدام قمصانك؟ صبياني قدام صبيانك إذا لعلمك انا كان ممكن اخده بروفه رواقه لا لا تعرفش بقى قلت بلاش بس لو سمحتم سياده القاضي حضرات الساده الافاضل ان القضيه التي نحن امامها ليست الا قضيه عاديه قضيه يمكن لاي شخص فينا ان يقع فيها الا وهي ان الاستاذ علاء كان جالس في محله وهذا الجزار الشهم الهمام كان رابط الجاموسة أمام محله وهنا تكمن المشكلة أنت كنت خطأ عندما ربطت الجاموسة أمام المحل لأن الجاموسة لها أماكن أخرى تربط بها ألا وهي المذبح مثلا والأستاذ علاء تعامل مع الموقف بعصبية شديدة وأنتم في الآخر جيران أصدقاء أصحاب محلات أليس هذا الكلام صحيح؟ مظبوط أليس هذا الكلام صحيح؟ مظبوط إذن علينا أن نتصافح علينا أن نتصافح مظبوط وكما قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله ونعم بالله إذن تصافحوا لا معلش فهمه يعني ايه تصفحه ممكن يصفحني على وشي لا اسلم عليه معلش يا معلم حصل خيط قصدي حصل خير ماشي يا استاذ علاء انا اسف على اللي سوكا عملته وانا هعوضك هصلح لك المحل وهعوضك على كل لبس اللي باظ احنا لازم نخيط امورنا قصدي يعني نحل امورنا هو فعلا الصلح خير الصلح خير يعني حاولوا ان انتوا تتصالحوا وانا شايف ان انتوا جيران وحضرتك يعني يا ريت تذبح جاموسه وتفرق لحمه لوجه الله تعالى وتصالح صديقك وجارك